لدى استقبال سموه لنائب أمير المنطقة الشرقية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ترابط البحرين بشقيقتها السعودية أبدي، والقيادتين والشعبين قريبون من بعضهم البعض، وكل منهم سندا للآخر، مجتمعين ولله الحمد دوما على الخير والمحبة، منوها سموه بما تحقق في المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة ومساندة ولي عهده من تنمية وحضارة وتطور وأمن وسلام لا تجد لها مثيلا في كثير من دول المنطقة والعالم. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، حيث نقل إلى سموه تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقة بين البحرين والسعودية الشقيقة يوثقها تاريخ طويل سطرته حكومتي وشعبي البلدين منذ القدم، وهو قائم على المحبة والاحترام والأخوة التي تنتقل بين الأجيال وستظل كذلك أبد الدهر، منوها سموه بمسار العلاقات الأخوية التي وصلت إلى مستويات تؤهلها بأن تكون نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية والارتقاء به دوما بشكل يحقق طموحات وآمال الشعبين الشقيقين. واستذكر سموه بالتقدير والعرفان الدور الكبير والجهود الجبارة التي يوالي بذلها خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، ودوره في تبني كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودولها، مشددا سموه على أن هذه الجهود مقدرة وينظر لها الجميع جميع العرب والمسلمين بالاعتزاز والتقدير. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية بنقل تحيات سموه إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنيات سموه الطيبة للمملكة الشقيقة بالمزيد من التقدم والرفعة. وقد أعرب صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق بينهما.